لذلك أخي الكريم، أي شيء تسمعه توثق منه، تأكد منه. على سبيل المثال، بعد أيام إن أبقانا الله أحياء يدخل علينا رمضان، عشرات من خطباء الجمعة على المنابر يرون ذاك الحديث، وما ليس من الآن، من 100 سنة: يا أيها الناس، أظل لكم شهر عظيم مبارك، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، كذا كذا كذا. حديث طويل من طريق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، حديث طويل أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح، ولكن قال إن صح الخبر، فمن يعني قليلا يعني ينتبه يروي فيقول أخرجه ابن خزيمة، ومن لا ينتبه يروي الحديث ويمضي. وهو حديث كما قلت شهير، وجزء كبير من خطباء الجمعة في الجمعة الأخيرة قبل رمضان يروونه. هذا الحديث أشبه بالموضوع، شديد الضعف وأشبه بالموضوع، ولن أدخل في جزئيات طويلة جدا من قبل بينتها. بعض الإخوة يقول إيش في يعني إيش عم بيقول في الحديث، شغلة يعني حرام شرعا؟ أنا ما عم بقول لك حرام، ولكن لا تنسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو هناك شك في قوله. وهناك فرق كبير بين الحديث الضعيف وشديد الضعف أو الموضوع، فرق كبير كبير كبير. الضعيف بإمكانك أن ترويه، وله شروط عند أهل العلم: ألا يشتد ضعفه، ألا يعارض أصلا صحيحا، وهكذا. ولكن أما شديد الضعف أو الموضوع فهذا لا يروى ولا يحل روايته أبدا إلا على سبيل البيان، أقوله ثم أقول هذا حديث مكذوب كي تحذر من روايته. يخطبون ولا يعرفون ولا يأبهون، وكل سنة يكرر كل شيء يكرر كل شيء يكرر ولا ينبه. وبعض الناس قد يعرف هذا، يقول إيش دخلني أنا، لك يا أخي ذكره لوجه الله. ما كل الناس يستطيع أن يتكلم، قد أنت تعرف هذا الإنسان، قل له مثلا هذا حديث لا يصح، أنت في مكان تلاوته غير متقنة، يا أستاذي لو تكرمت الآية تقرأ هكذا من باب الأدب، نسأل بأدب، هكذا تقرأ بدون شدة بدون كذا. سبحان الله، حتى يستشعر طلبة العلم أهمية الأمر العظيم الملقى على كاهلهم. هذا أمر عظيم خطير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أمر خطير جليل.